الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب اتخاذ الكاتب. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. باب في اتخاذ الكاتب. وفي الجملة هذه من الأمور، من المصالح التي تعتبر بحسب حاجتها، اتخاذ الكاتب، اتخاذ القارئ، اتخاذ المملي أو المستملي. إيش يعني المستملي؟ نعم، أو اتخاذ مجموعة من المستملين على مراحل، كل هذا من مما تقضيه المصلحة أو بحسب ما تقتضيه المصلحة، فإذا اقتضت المصلحة شيئا من ذلك صار من المصالح الشرعية المرعية. أما الحديث الذي ذكره في هذا الباب فهو حديث شديد الضعف، بل قال عنه ابن تيمية وابن قيم الجوزية والحافظ المزي والذهبي وغيرهم، قالوا عنه موضوع، ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام ولا من أصحابه من اسمه السجل، ما كان فيهم أحد من، ولا كان للنبي عليه الصلاة والسلام كاتب اسمه كذلك، ولو وجد لعرف واشتهر. لكن في الجملة المسألة ما فيها إشكال، يعني وضع كاتب هذا يختلف عن وضع الحاجب، لأن الكاتب هو فقط يستعمله الشخص، بينما الحاجب هو الذي يتعامل مع الناس دون من يحجبهم. نعم، طبعا في هذا الإسناد حتى لا نتجاوز، فيه يزيد بن كعب وهو مجهول هكذا ابن حجر قال. طيب، وعمر بن مالك هذا صدوق له أوهام. نعم، أحسن الله إليكم، أخطأت في قراءة اسمه السجل. نعم، والسجل كاتب. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب في السعاية على الصدقة. حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. العامل على الصدقة بالحق. والعامل على الصدقة يشمل الذي يجبي الصدقات ويشمل الذي يصرف الصدقات. والعامل على الصدقة دخل في كتاب الإمارة، لأن العامل على الصدقة يحتمل نوعا من المسؤولية، تحمل نوع من المسؤولية، وهو فيه نوع إمارة، وهو عامل لولي الأمر، وهذا له تصرف كما تعلمون، لأنه يمكن أن يذهب إلى الناس ليأخذ صدقاتهم، ويمكن أن يجعل لنفسه مثلا مكتبا خاصا يقول لهم: هاتوا صدقاتكم إليه، مثل ما يفعل بعض الناس الآن، ويمكن أن يذهب إليهم في بواديهم، ويمكن أن يؤتى إليه في، يعني هو يتصرف، له نوع تصرف. كذلك قد يحكم في صدقاتهم فيجور، وقد يحكم في صدقات الفقراء فيجور. العامل على الصدقة بالحق لا يجور على فقير ولا غني، لا يجور على الفقير، واضح بأنه يعطيه الحق كاملا بحسب ما يحتاج، ولا يعني يأتي إلى فقير يحابيه ويأتي إلى فقير فيظلمه، يعني يصرف الصدقات. كذلك الغني لا يجور على الغني بحيث يأكل كرائم الأموال من بعض الأغنياء
والذين يرشونه يدفعون إليه الرشاة يعني يأخذ بعض الغنم الذي يكون فيه يعني أدنى مراتب الغنم، ومن لا يعطيه الهدايا والرشاة ماذا يفعل؟ يأخذ منه كرائم الغنم والأموال. وتقدم شيء من ذلك في باب الزكاة، يعني شرحنا هذا، لكن ما هو وجه وضع هذا هنا؟ الكلام عن كونه عاملا وفضل العامل إذا كان على الحق أو بالحق. نعم، هذا الحديث هو من حديث محمد بن إسحاق وقد عنعنه، ولكنه صرح بالتحديث في مسند الإمام أحمد فيرجع إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أو شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف. لماذا إسناده ضعيف؟ محمد بن إسحاق مدلس عنه. محمد بن إسحاق ابن يسار المدني هو مدلس وقد عنعنه، بالتالي في إسناد ضعيف، لكنه توبع من قبل رويفع، والحديث في صاحب المكس في النار من رواية رويفع، وهذا بالنسبة لهذا الحديث شاهد، وقد رواه أبو عبيد في الأموال هذا حديث. وكذلك هناك يعني أحاديث تقوي هذا، كما في حديث المرأة الغامدية التي زنت وتابت، فلما تكلم خالد قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لكفته. فلو كان المكس غير محرم أو كان من غير الكبائر أو ما كان أشد من الزنا ما قرن بين توبتها وتوبة صاحب المكس، وهذا يدل على أن المكس أشد حرمة من الزنا، هذا يدل على أن المكس أشد حرمة من الزنا. وطبعا الحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث يعني في 42,400 في سنن أبي داود موجود هذا الحديث وهو صحيح: لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لكفته. الحديث يعني يدل على خطورة أخذ الضرائب وقطع الطريق وما إلى ذلك من الأمور التي تحصل يعني جبرا على الناس أخذ، والمقصود بالمكس التعشير أو أن يكون هناك نسبة على الخارج من الأرض أو على أموال الناس، يعني على دخل الناس، فمن يأخذ من الناس على دخلهم نسبة معينة، وكان الناس يأخذون التعشير يعني يأخذون من كل 10 واحدا حتى لو كانت النسبة أقل من ذلك، فإنه لكن غالب النسبة لا تخرج عن 10 وشيء، يعني هي لا تنقص على 10 ولا تصل إلى 20 في الغالب، يعني غالب ما أخذه الناس لا يزيد على هذا، لكن طبعا يمكن الاحتيال بحيث تنوع أنواع هذه المكوس بحيث تصل إلى أكثر من ذلك، لكن الغالب أنه ما أحد يأخذ أكثر من هذه المكوس. وهذه المكوس مع أنها محرمة، هي الضرائب يعني ما يحصل من الضرائب وغير ذلك، مع أنها محرمة إلا أنها تدخل في ما يسمى بالسياسة الشرعية، والسياسة الشرعية يعني إذا كانت البلاد لها من مصادر العيش، لها من مصادر الدخل التي تنفق على الدولة، ويعني تنفق على الدولة، كلمة الدولة تشمل يعني جميع مرافق الدولة، الجيش، يعني كل منافع الدولة، موظفيها وعسكريها، هذا إذا وجد للبلد يعني ما تكتفي به فإنه يحرم أخذ هذه الضرائب. لكن إذا لم يوجد ولا تقوم الدولة إلا بمثل ذلك فإنهم يأخذون من ذلك قدر الحاجة فقط، لا يزيدون عليه، فإنهم يأخذون من ذلك قدر الحاجة
لا يزيدون، فمن زاد فما زاد فهو مكس محرم، فهو مكس محرم. والمكس ماذا قلنا؟ ايش قلنا المكس؟ التعشير او اخذ الاعشار او اخذ الضرائب او اخذ المكوس او ما الى ذلك، وهو سمي مكسا لانه يؤدي الى المكس والنقص. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغراء عن ابن إسحاق قال: الذي يعشر الناس أو يعشر الناس، يعني صاحب المكس. قال: باب في الخليفة يستخلف. حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: إني إلا أستخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. نعم. طيب، هذا الإسناد من يقول لي إيش بماذا نصفه؟ نعم، من صح الأسانيد التي من طريق الزهري، من أصح الأسانيد من طريق الزهري. طيب، وما دون؟ محمد بن داود بن سفيان. طيب، إذن هو من طريق سلمة، صحيح الإسناد باعتبار، ولكن الذي أذكره أن للحاكم كلاما فيه هو سلمة بن شبيب، قال فيه أظن الحاكم يعني متفق على إتقانه أو كذا كلام، مما يعني يرفع درجته عن يعني، فإذا ارتفعت درجته صار من إيش؟ من الذهبيات. نعم. طيب، هذا الإسناد، هذا الحديث فيه أنه يجوز أن يدع الخليفة الأمر شورى بين الناس، ويجوز أن يضع أهل شورى وهم أهل حل وعقد، ويجوز أن يخص الإمام الذي بعد أو أن ينص على الخليفة بعده. وهذه الصور متفق عليها، ما في خلاف عليها، يعني هذه الصور ليست موضع خلاف بين أهل العلم. يجوز للخليفة إذا نصب الخليفة خليفة وراءه فإن هذا ينعقد أو تنعقد خلافته وإمارته، وهذا بهذا الشكل قد يكون أحفظ للأمة، وإن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أكثر حفظا للأمة. لماذا؟ لأنك إذا تركت الناس من غير أن توصي لهم قد يحصل بينهم، إذا مات هذا الإنسان بشكل مفاجئ قد يحصل بينهم قتال، قد يحصل كذا، إلا إذا كان هناك نظام يعني تنتظم هذه القضية، تنتظم هذه الأمور، فالإشكال أهون. واضح هذا الأمر؟ هذا من ناحية السياسة الشرعية وليست في صورة معينة. الصورة الثانية أنه يجعل أهل شورى أو أهل حل المعقد، يعني يقول فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء يختارون الخليفة من بعدي، فإذا كان في سكرات الموت أو لحظات الموت اشتغلوا في هذا الجانب، أو مات ولكن يشتغلون في هذا الجانب قبل أن يدفن، يعني بحيث أنه قبل أن تعلن وفاته وقبل أن يعني تنتشر فتنة عدم وجود خليفة أو إمام أو ملك أو رئيس، ينبغي وضع هذا الأمر. الصورة الثالثة أنه لا يتكلم ولا يتحدث ولا شيء، يدع الناس وشأنهم. واضح؟ وحينئذ فإنه يعني ينبري من هم أهل حل وعقد في الناس، ويثق الناس برأيهم وحكمتهم وينقادون لما يقولون، فيلزمهم حينئذ أن يضعوا من هو الأولى للناس.
وهذه الصور لا خلاف فيها، ما في إشكال. طيب ما الإشكال؟ إشكال أن يقوم رجل على الخليفة بالسيف فيأخذ الخلافة، فهذا لا يجوز باعتبار ويجوز باعتبار آخر. إذا كان الخليفة قائما وحكمه قائم فلا يجوز، فإن فعل ثبتت إمارته ولا لا؟ ثبتت كما فعل الخليفة العباسي، أول خليفة عباسي السفاح، إيش فعل؟ قام على الناس بالسيف وأخذ. طبعا هي الخلافة كانت في بني أمية أيضا بالسيف، يعني خرج عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، وكان يعني من صالح خلفاء بني أمية، فقام على الناس بالسيف وثبت الأمر وجعل له أمراء يثبتون الأمر في الإمارات، لكن لم يخرج من بني أمية ابن عباس إلا بماذا؟ إلا بالسيف. الأول عمل ما هو مشروع بل واجب، من اللي عمل مشروع؟ وهذا الذي لا خلاف فيه، هذا اللي قلنا الصورة لا إشكال فيها، أنه يعني ما أحد يختاره، لا نص عليه النص ولا هناك أهل شورى ولا شيء، فيجب على من فيه القدرة أن ينصب واحدا. إذا ما وجد واحد وجد في نفسه أنه يستطيع وأن له قدرة وله رهط يعني يقومون معه، يقوم بالسيف ويفرض الخلافة ولو قتل من قتل إلى أن تستقر القضية. ولا يلزم الناس حينئذ، لا يلزمه حينئذ أن يأخذ رأي الناس وأن يعني يبدأ بمشاورة الناس كلهم، هذا ما هو بواجب، إن حصل فهو أفضل، وإن لم يحصل وحصل بالسيف لا بأس. يعني ما حصل من تخليف استخلاف عثمان لا شك أنه أفضل، لأنه حصل بخلاف بسؤال الناس كلهم وكذا، لكن لو حصل بالسيف أيضا لا بأس. لماذا؟ لأن المقصود لأن الناس الآن في هذا الزمان لا يجتمعون على أحد، لا يوجد أحد يعني يصلح أن يجتمع عليه الناس، ماذا نفعل؟ إذن بالسيف لابد من القيام على الناس، صحيح ولا لا؟ ولا سيما رؤساء الجمهوريات، بالذات رؤساء الجمهوريات هذا أمر يصعب أن يجمع الناس على أحد، في الغالب يجمعون على الرجل بسبب ماذا؟ بسبب السيف، فليبقى السيف على الرقاب وتبقى البلاد مطمئنة ومستقرة، وهذا واجب، بخلاف طبعا كلام الحزبيين أنه يعني يجوز لهم أن يخرجوا عليه وأن إلى آخره. هذا كلام يعني تسرب إليهم من طريق الخوارج الذي يقولون هذا. طيب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت له خلافة، أصح خلافة على وجه التاريخ، على وجه حصلت على وجه الأرض بعد خلافة الأنبياء، مثل خلافة داود عليه السلام كذا، لكن ما في خلافة أصح من خلافة أبي بكر على الإطلاق، ولا يعني تقليل من صحة خلافة عمر، لكن الناس أجمعوا على خلافة أبي بكر وأجمعوا على خلافة عمر بدون شك. الآن وكذلك خلافة عثمان أيضا حصل إجماع عليه، ما اختلف الناس في خلافته أبدا، وذلك هذه خلافات ثلاث، من شكك فيها وبقدر تشكيكه يدخله الضلال، فمن قدح فيها فهو ضال مضل، أضل من حمار أهله، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في خلافة عثمان. جميل. الآن خلافة أبي بكر حصلت إما بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما بكون النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه الأولى ولم يأمرهم بأن يجعلوه خليفة، وإما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص عليها، ولكن حصلت بالإجماع، حصلت بأمر كوني. ها، هذه ثلاثة صور. الصورة الرابعة أنها حصلت بالسيف، وضع السيف على رقاب الناس، إما أن تبايعوا وإما أن تقتلوا. بأي هذه الصور حصلت خلافة أبي بكر؟ أن هذا الأمر يهمنا بحيث يعني بحيث نستطيع أن نجيب الرافضة، يعني شبابنا أحيانا لا يجدون الجواب، لا يعرفون،
ماذا يجيبون؟ بماذا يجيبون؟ وهذه من المسائل التي يعني ترسم في مسائل العقيدة. ما الجواب؟ من يعطيني الجواب؟ أعطيتكم أربع صور. واحدة منها أنه قام بالسيف على الناس وعلى الرقاب، من خالف قتل. والثانية بدأت من الخلف الآن من الأخير حتى ترتيب المعلومات أحيانا يضر. الثانية قلنا أنه حصل بإجماع، اللي هي الثالثة من الأول، هذا أنه حصل بالإجماع وبأمر كوني. الثالثة أنه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أولى الناس بهذه الخلافة لكن لم يأمرهم بالتزام استخلافه. الرابعة أنه نص على أنه الخليفة للناس وأنه استخلف أبا بكر الصديق. يلا جماعة إيش؟ وهي وإنما أي نبين أنه أولى. الثاني والثالث نبين أنه الأولى وأجمع الناس عليه. كذلك الثاني والثالث إجماع أبو بكر رضي الله. نعم صار عندنا اثنين مع بعض. طيب من يقول بأنه فقط بين يرفع يده؟ كيف فقط؟ أنا قلت أنت بين وأجمع الناس. شيك؟ طيب هذول الاثنين من يقول بين يعني من يقول الثاني والثالثة يرفع يده؟ هي واحدة هذه ليست الثانية والثالثة. طيب من يقول نص النبي عليه الصلاة والسلام على استخلافه؟ طيب أفلا يمكن أن يجمع الناس على رجل لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأولى بالخلافة؟ ممكن ولا لا؟ يمكن بأمر كوني صحيح؟ لماذا نقول هي واحدة؟ هنا السؤال محدد، إما الأولى وإما الثانية وإما الثالثة وإما الرابعة وإما الأربعة وإما ثلاثة اثنين واحدة. الذي يقول بأنه خرج عليهم بالسيف حتى يعني ذلت رقابهم له يرفع يده. طيب الذي يقول ما هذا ما حد قال بها. طيب ومن الذي يقول بأنه بالنص نص النبي عليه الصلاة والسلام عليه ولا أحد؟ طيب من يقول بأنه أجمع الناس عليه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولى الناس؟ ولم يبين أنه أولى الناس بين؟ يعني تمام الجماعة اللي بيقولوا بين. طيب من يقول بأنه بين ومع ذلك أجمع الناس عليه؟ طيب من أول جواب من الأول كل يعني كل صار الآن كل يريد أن يقول أنا وأنا. نعم هذا هو الصحيح، أنه حصل في أبي بكر اثنتان لم تحصلا لأحد بعده ولن تحصلا، يعني لم تحصلا لأحد قط. ليش؟ لأن داود عليه السلام خليفة بالنص صحيح، لكن أبو بكر ليس عليه نص، ما فيه نص يقول الخليفة من بعدي أبو بكر. فيه نص زي هيك؟ ها؟ ما فيه نص. إذن أبو بكر خليفة بدون نص. قال الروافض أنتم تجمعون معنا، يعني ما شاء أهل السنة الجماعة الذين يعرفون هذا الجانب، أن أبا بكر ثبتت خلافته بدون نص. جميل؟ واجتمعنا وإياكم على صحة خلافة علي بن أبي طالب، ثم اختلفنا في صحة خلافة أبي بكر الصديق، يعنون أهل السنة والروافض، واختلفنا أيضا في أن عليا بالنص أو بغير النص، فرجحنا عليا. شوف كيف طريقة التلاعب. يعني أقول لك نحن وإياكم أجمعنا أن أبا بكر ليس بنص، واختلفنا في كون علي بالنص. أجمعنا وإياكم على أن علي خليفة ولم نجمع على أن أبا بكر خليفة، إذن من أولى بالخلافة؟ أبو بكر. يقول لك إحنا ما أجمعنا وإياكم، لم يقولونهم لم يجمعوا المسلمون على خلافة أبي بكر، لأنهم لم يكونوا في زمن أبي بكر أصلا، هم ليسوا جزءا من الإجماع. يعني كأنك تقول لا ننتظر في محفل الإجماع أن يأتي الروافض حتى يدلوا بدلوهم، إما لأنهم لم يكونوا من المسلمين في ذلك الزمان، ما كان موجود في المسلمين روافض، لأن الذي كان موجودا عبد الله بن سبأ وكان يهوديا
وقد لبس لبوس الإسلام نفاقا، وبالتالي فمن كان منهم موجودا في ذلك الزمان ما كان من المسلمين، وإنما كان من المفسدين الذين حاربوا عليا رضي الله عنه. ما حارب علي أما كان مع الخوارج، وكان رافضيا خارجيا في نفس الوقت، وحرض على قتل عثمان، وبعد ذلك حرض على علي بن أبي طالب في قصة التحكيم، وبعد ذلك حرض على عبادة علي بن أبي طالب. طبعا كل أنواع الضلال موجودة في هؤلاء. شاهد من الكلام بارك الله عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعي لي عبد الرحمن أبا بكر، ادعي لي عبد الرحمن لأكتب كتابا، ثم قال عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأمر وقال يأبى الله والمؤمنون إلا إيش؟ إلا أبا بكر. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أول شيء قال ادعي لي أكتب كتابا حتى لا يقول قائل ولا. ليش؟ لأنه يتصور النبي عليه الصلاة والسلام أنه ممكن يقول قائل في البداية، ثم بعد ذلك تنبه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه بالوحي، أنه لن يكون هناك أي قائل، وأن المسلمين سيجمعون على ذلك. هذا واحد. اثنين، تبيين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أولى بالخلافة، النصوص فيه إيش؟ كثيرة جدا. والأمر الذي بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون الخليفة، أخبر، والنصوص في ذلك كثيرة، منها المرأة التي جاءت من أجل العطية، فقال إذا قالت إذا جئت العام، قال إذا جئت عام القادم فلم تجديني فأتي من؟ أبا بكر. هذا نص أنه سيكون الخليفة، لكن هل فيه أنه اجعلوه خليفة؟ لا، هو المقصود من كلام أنه بيّن عليه السلام أنه سيكون الخليفة، مثل ما أخبر أنه سيأتي عيسى بن مريم في آخر الزمان، صحيح؟ أخبر. طيب، وكذلك أجمع المسلمون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وفيه رواية ويأبى الله ويدفع المؤمنون، يعني لا يمكن إلا أن يكون من؟ إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فما الحاجة إلى التنصيص على خلافته؟ طيب، ثم هذا يدل على أن خلافة أبي بكر أولى من أي خليفة آخر. لماذا؟ لأنه كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا حاجة لأبي بكر بالتنصيص على خلافته، ولا لا؟ صحيح؟ لا حاجة لأبي، والذي لا يحتاج إلى التنصيص على خلافته لكثرة فضله وإجماع الناس عليه، وأن الله لا يمكن إلا أن يجعله الخليفة، أولى أم من يقال للناس اجعلوه خليفة؟ الأول أفضل. لا شك. لماذا؟ لأنه قد يقول لهم اجعلوه خليفة من غير أن يبين أنه أولى بالخلافة، بمعنى أنه أحيانا أنا الآن واحد يأتيني يقول لي مثلا من ترى أن يكون خليفة على الناس؟ فأقول والله فلان. ليش؟ باب السياسة الشرعية، لأنه لو وضعنا فلانا ربما يكون فيه الضعف ما يكون فيه قوة، وإن كان أصلح وأفضل وربما يكون يعني شعرته منه خير من ملء الأرض من ذاك، ولكن هذا أفضل للحكم، هذا من باب إيش؟ السياسة الشرعية. لكن عندما يكون إجماع من المسلمين، فبعض المسلمين ينظر إلى صلاحه، وبعضهم ينظر إلى أدبه، وبعضهم ينظر إلى علمه، وبعضهم ينظر إلى سياسته، وبعضهم ينظر إلى رحمته، وبعضهم ينظر إلى بعد نظره، وبعضهم ينظر إلى شجاعته، وبعضهم ينظر إلى انتصاراته، وبعضهم ينظر إلى حسم مادة الخلاف والقضاء على الفتنة، أشياء كثيرة جدا، كل واحد منهم له رأي. فهؤلاء كلهم أجمعوا على أن أبو بكر هو الخليفة. لماذا؟ لأنه قد اجتمعت فيه كل هذه الخصال، وللعلم قد اجتمعت فيه قبل إسلامه. تعرفون هذا؟ سيد الأحابيش لما كان أبو بكر ذهب من أجل أن يهاجر هجرة الحبشة، ما خرج عليه سيد الأحابيش وقال له ارجع إلى مكة، فمثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه كلمة في من قيلت؟ في نبينا في النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك
يعني حق لابن القيم رحمة الله عليه لما كان يقول إن نبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب أبي، إن قلب أبي بكر على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن قلب أبي بكر على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مثال آخر، قصة الحديبية، إيش قال عليه رضي الله عنه لما سأله عمر وكان هو فقط وحده من المسلمين الذي ظهرت موافقته للنبي عليه الصلاة والسلام، ووافقه موافقة عجيبة بحيث كان أبو بكر غائبا، فجاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أسئلة، وكانت أسئلة تحتاج إلى يعني إلى فقه أزمات، تعرفون فقه الأزمات ليس موجودا عند كل أحد، وفقه الأزمات لا يرجع فيه إلى كل أحد. فقال، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ألست رسول الله حقا؟ وسأله أسئلة، مجموعة من الأسئلة. فثم لما انتهى من الأجوبة، النبي عليه السلام ذهب إلى أبي بكر الصديق وسأله الأسئلة نفسها، فأجابه الأجوبة نفسها وأزاد عليها جوابا. إيش الجواب اللي أجاب عليه؟ قال له: أيها الرجل، إنه لرسول الله فالزم غرزه، فإنه على الحق. فزاد كلمة فالزم غرزه. الشاهد من الكلام أنه يعني أنه أبو بكر الصديق على قلب رسول الله، قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقوله في هذا الموضع حتى لا يفوت من غير أن نبينه، لأننا نعلم أن لأبي بكر على الأمة كلها واجب الوفاء له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شاء أن يسأل يكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السؤال البيعة. سنسأله في درس الواسطية، نشوف الإخوة يعني حافظوا ولا لا، بس المرة القادمة ما بسأل، ما بذكر الخيارات، الذي يجيب يكون إيش؟ يحفظ الخيارات المطلوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في البيعة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويلقنا فيما استطعت. نعم، هذا الحديث في الصحيحين. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم إذا أسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعقد البيعة، وكانت البيعة فيها كلام معين. من هذا الكلام أنهم يقولون: نبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وحتى يعني فكان يلقنهم في نسخة يلقننا، وفي نسخة يلقننا في المنشط، يقول لهم فيما استطعت. لماذا يقول هذا؟ لأن البيعة ملزمة، مع أن الإنسان لا يجب عليه أن يعمل ما لا يستطيع، لكن من شدة خطورة البيعة ذكرت كلمة فيما استطعت، لأنهم كانوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يخالف الإنسان عن أي شيء من البيعة. وهذا هو الذي ينبغي، أن البيعة لا يخرج الإنسان عن البيعة قيد أنملة، فخروج الإنسان عن الطاعة أو عن البيعة قيد أنملة خطير جدا. ولذلك وضع كلمة فيما استطعت حتى يكون نوع من الاستثناء المريح للذي يبايع. نعم. شيخ هذا حفص بن عمر هو نفس الضرير؟ إيش هو؟ حفص بن عمر هو نفس الضرير ولا لا؟ حفص بن عمر، واحد يشوف الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة. النمري هو الضرير؟ إيه، هو إمام معروف، وإنما أخذ عليه أنه يأخذ أجر، لكن هو يسأل، هو من له لقب الضرير. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء فقالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. فيه بيدي؟ نعم، بيدي. عندك نسخة في هذا؟ بيده أيضا، يدي، يد امرأة، يد امرأة. فيه بيده، بيدي بدون الهاء، بدون ضمير،
بالهاء وبدون. إيه إذن ثلاث نسخ. إذن هذه ثلاث نسخ. ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد امرأة قط. هذه ثلاث نسخ إلا أن يأخذ عليها، يعني هذه إلا موصولة ولا منقطعة؟ منقطعة، منقطعة يعني لا يفعل إلا أنه إيش كان يأخذ على النساء البيعة، يعني يأخذ عليها البيعة والميثاق من غير أن يكون هناك مصافحة أو مس يد، يعني يأخذ عليها البيعة والميثاق. ما هو بالضرير يا رئيس؟ فقال قالت عائشة رضي الله عنها ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني تخبر عروة عن البيعة، تقول إلا أن يأخذ عليها، يعني فقط يأخذ عليها إيش العهد، فإذا أخذ عليها فأعطته يعني العهد أو البيعة، قال اذهبي فقد بايعتك، يعني من غير أن يمس يدها، أن يمس. ما يأتي واحد يشغب يقول إيش إيش أخذ عليه وإيش أخذت عليه، ها؟ وإنما المقصود أنه يأخذ البيعة من غير أن يكون هناك مسيس بين يده ويد النساء، وفي هذا دليل على حرمة أخذ المس يد النساء. من أين جئنا بالدليل؟ إذا كان في أمر البيعة عليه الصلاة والسلام وقلبه أطهر القلوب، وأمر البيعة فيه ما فيه، ولم يمس يد امرأة، فما دون ذلك من باب أولى. نعم، نحن ذكرنا قبل قليل أهمية البيعة وكم البيعة خطيرة، ولا شك أن العرب ما كانت تعد البيعة حتى يحصل منها مصافحة، وهذا الأصل. وأما أمر النساء فمستثنى لحرمة المس. قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لابد من البيعة باليد، لابد من هذا، لابد من هذا، ولم يعني ينبغي ولا ينبغي أن يكون البيعة من غير يد، لكن إنما حصلت بدون يد فقط من أجل ماذا؟ من أجل شيء حرام، وهو مس يد المرأة. فلذلك من مست يده يد امرأة أجنبية فقد وقع في ماذا؟ في الحرام. وفي هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. نعم، لا تحل له، هو هذا اللفظ، لا تحل له، يعني المقصود لا يحل له أن يضع يده في يدها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صغير، فمسح رأسه. نعم، كما ترون حديث هذا الباب كلها في الصحيحين إلا هذا الحديث فهو في صحيح البخاري، وفيه أن جد عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا، فكان ما زال صغيرا في حجر أمه، فذهبت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبايعه، ولا شك أن مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام هي مكرمة وتكليف وتشريف. تكليف باعتبار أن الذي بايعه مباشر عليه من التكليف أكثر من الذي بايع عن بعد، وتشريف طبعا البايع عن بعد إيش يعني؟ يعني مثلا أهل مثلا مدينة معينة بايعوا إمامهم، وهذا جاء بايع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود بالمبايع عن بعد، لأن لابد من المبايعة إما مباشرة وإما بواسطة. فهذا جاءت به أمه لتشرفه بهذا لأنه غير مكلف، لكن هذا كيف تؤخذ عنه البيعة وهو لا يفقه ولا يعرف التزام الأمور؟ فقال هو صغير، لكن ما خرجت من غير فائدة، يعني هذا الرجل ماذا فعل؟ يقول أنا الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على رأسي،
ماذا يريد أحسن من هذا؟ ودعا له، يعني هذا يعني شرف عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في أرزاق العمال. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب، حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. نعم، قبل هذا في رواية أنه دعا له، ما صحيح أخشى في البخاري دعا له شيء. نعم. هذا الباب قال: باب في أرزاق العمال. العمال هم الذين هم من يجعلهم الإمام أو الخليفة أو الأمير يستعملهم في يعني إما في النواحي، كل هؤلاء يسمون العمال، العامل للخليفة والعامل للأمير اللي هو فرع عن الخليفة. وهؤلاء إذا استعملوا فلهم يعني جعل، يأخذون مقابل هذا الاستعمال أموالا، ثم هذا الجعل إما أن يكون محددا ومبينا، وإما أن يكون غير مبين. فإذا كان غير مبين وكان هو الأمير فهو سيأخذ لنفسه، فهو سيأخذ لنفسه. فإذا كان ما له شيء محدد فإنه يجوز له أن يأخذ في حدود. ما هي؟ قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، يعني حددنا له شيئا معينا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. إذن إذا حدد له شيء معين فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، يعني مثل الذي يكون في المعركة في سبيل الله ويأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعماله، فقلت: إنما عملت لله. قال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. أيضا هذا الحديث صحيحين لكن لفظ مسلم، وفيه أن عمر رضي الله عنه استعمل ابن الساعدي على الصدقة، يعني جعله عاملا على الصدقة. وإنما أراد ابن الساعدي يعني أن يعمل لوجه الله، ما يريد أن يأخذ عليه أجرا. ولكن يمكن أن يكون الإنسان يعمل لله تعالى ويأخذ أيضا إيش أجرا، لا مانع. فأراد عمر أن يعمله، أن يجعله يعمل بالنقود أو يعني بشيء من الجعالة، فقال: إنما أردت بذلك وجه الله. فقال عمر رضي الله عنه: خذ، فإني قد عملت على عهد نبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، يعني جعلني عاملا يأخذ على عمله أجرا. إذن لا مانع من أخذ الأجر بشرط أن لا يأخذ الإنسان غير ما يعني غير الرزق الذي حدد له. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن مروان الرقي، حدثنا المعافى، حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال: قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. نعم، هذا الحديث يعني هذا الحديث ابتداء في موسى بن مروان الرقي. إيش ما تفضل نعم صحيح، قال فيه ابن حجر مقبول، لكن هو وثقه ابن حبان وروى عنه جمع من الأئمة، منه أبو داود والرازي يعني جمع من الأئمة الكبار. قال فيه النسائي، قال النسائي في أسماء شيوخه حافظ، وقال مسلم كان ثقة حافظ. أي نعم، فقد وثق، وبالتالي فهو على الأقل صدوق، على الأقل صدوق.
يعني هذا إذا لم يكن ثقة. ومع ذلك قال فيه ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه إيش قال فيه مقبول، مقبول يعني عند المتابعة، ولا فلين ويستحق أكثر من هذا، على الأقل على الأقل صدوق، يعني من كان دونه يقال فيه صدوق. يعني رجل وثقه ابن حبان وحده وروى عنه ثقتان صار صدوقا، فكيف بموسى بن مروان هذا الرقي فإنه يعني أعلى من ذلك. على كل حال هذا الحديث فيه تصريح بصورة أخرى، وهي أنه إذا كان عاملا فإن له أن يكتسب زوجة إذا كان غير متزوج، وأن يكون أن يتخذ خادما، وأن يتخذ مسكنا، هذا إذا لم يكن له ذلك. فإن كان له ذلك فليس له أن يأخذ من مال عمالته شيئا، يعني في هذه الأمور، يعني في هذا وما يعني حوله، لأنه حتى لو كان يعني يأخذ عمالة لا، أن هذا العمالة قد لا تكفي في أن يكون له مسكن أو يكون له خادم أو يكون له زوجة، يعني هذه الأمور لا تكفي، لا سيما إذا كانت للنفقة المجردة. إذا كان عنده زوجة وعنده مسكن وعنده خادم فالنفقة تكفيه، النفقة المجردة. إذا زاد على ذلك فهذا كما جاء في الحديث الماضي إيش غلول، واضح؟ هذا الحديث وإن كان حسنا لكنه يبين مقصود من الحديث السابق، وأن الغلول أن يأخذ ما زاد على حاجته. أما إذا كان ضمن الحاجة، إذا كان هذا ضمن الحاجة هذا لا يعد غلول، لأن الزوجة ضمن الحاجة والمسكن ضمن حاجة الإنسان، ولا سيما إذا كان يعني يمضي عمرا وهو في على الصدقة أو عاملا على بلد معين أو كذا ولا يكون له شيء من ذلك، ماذا يفعل؟ يترك واجبه في العمل ويذهب يعني يشتغل لتحصيل الزوجة وتحصيل المسكن وغير ذلك، ما الذي سيحصل؟ سيقصر في أمر حاجة المسلمين. نعم، هذا الحديث إسناده حسن كما ذكرنا لكنه صحيح لغيره. نعم. الإسناد السابق وين؟ الليث؟ أبو الوليد حدثنا الليث عن بكير إيش؟ إيه؟ نعم، إسناده ثقات كلهم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في هدايا العمال. حدثنا ابن السرح وابن أبي خلف، وهذا لفظه، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية. قال ابن السرح: ابن الأتبية. استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية. قال ابن السرح: ابن الأتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أيهدى إليه أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. نعم، هذا الحديث أيضا في الصحيحين هو من الأحاديث المشهورة في أمر العمال وقضية أخذ الهدايا، هدايا العمال هذه خطيرة جدا. والسبب في ذلك أن العامل يذهب إلى من عندهم الزكاة، والأصل أن يأخذ من ليس من كرائم الأموال ونوافس الأموال، ولا يأخذ من هزيلها، وإنما يأخذ من أوساطها، وهذا ذكرناه في كتاب الزكاة. فهدايا العمال تؤدي إلى أن هذا العامل ربما يعني يحابي ويجامل بعض أصحاب الزكاة، خاصة أصحاب الأموال الكبيرة. لماذا؟ لأن أصحاب الأموال الكبيرة ماذا يفعلون؟ يدفعون الهدايا، وأما أصحاب الأموال الصغيرة وهم الفقراء فلا يقدمون شيئا لعدم قدرتهم، فيحصل الضرر على المسلمين، لأن الضرر الواقع من الفقراء يعني أصحاب يعني الذي يكون عنده
40 من الغنم مثلا، هذا يعني بالكاد، وحاجة المسلمين إليه شاه واحدة فقط إلى 120 شاة. لكن الذين يكون عندهم عشرات آلاف الرؤوس الأغنام والأبقار، هؤلاء يستطيعون أن يقدموا بقرة ويقدموا يعني زيادة لهذا، فبدل أن يأخذ الجيد من الغنم والإبل والبقر يأخذ الهزيل. فما الذي يحصل للمسلمين؟ يحصل الضرر على المسلمين، يأخذ يقولوا له خذ هذه العبورة بدلا ما يأخذ مثلا يعني يأخذ هذا الهزيل من الإبل، قل هذا فيأخذ الذي. لكن عند الفقير لا يدفع الهدية، ماذا يفعل؟ يأخذ منه كرائم الأموال. يحصل الظلم على الفقراء من أصحاب الزكوات، يعني الذين يعني ليسوا فقراء جدا ولكن يعني ليسوا أغنياء كثيرا، ويتضرر فقراء المسلمين من ذلك، لأنه سيأتيهم أشياء هزيلة بسبب هدايا العمال. إذن هدايا العمال تنفعهم وتضر المسلمين، لذلك صارت قضية خطيرة جدا، كالذي لا يؤدي زكاة نفسه. واضح؟ يعني ضرره مثل ضرر مانع الزكاة، يعني الذي يأخذ الهدايا العمال كالذي يمنع الزكاة، لأنه يؤدي إلى نوع من منع الزكاة. لذلك اشترك معه في معنى، وهو أنه سيحمل البعير الذي جاءه هدية، يعني يأتي يوم القيامة وهو يحمل بعيرا له رغاء، كما جاء في هذا الحديث: إلا جاء يوم به يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء، أو بقرة فلها خوار، أو شاة تيعر. قال: ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. هذا يدل على إيش؟ على خطورة الأمر. نعم، يعني المقصود من كلام أن الذي يعمل للمسلمين في الصدقة في غير ذلك، ويتوقع منه أنه إذا أخذ الهدية أن يحابي أو أنه يجامل، يحرم عليه أخذ الهدية. واضح؟ ممكن واحد يأتي يوم القيامة بجرة غاز حاملها على رقبته، ولا يأتي بجهاز من أجهزة كهربائية وكذا، يأتيه به، لأن سمعت بعض الناس يأخذ جرة غاز. والله هذا سمعته عن بعض، مع الأسف الشديد، بعض الموظفين، موظف يعني في إحدى الوزارات، ويعني يعمل ويمكن يسلك بعض الوظائف ويسلك كذا، فيجيبوا له جرة غاز، يجيبوا له ما أدري كذا، يمشي الأمور. هذا فاسد وهذا مفسد، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في غلول الصدقة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا، ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له زغاء قد غللته. وفي نسخ رغاء. قال: إذن لا أنطلق. قال: إذن لا أكرهك. يعني هذا حديث كما ترون حديث إسناده صحيح وكذا، ومع ذلك هذا العامل امتنع عن العمالة. لماذا؟ خوفا على نفسه، لأنه يقول: وما أدراني، لعلي أخطئ، لعلي يعني أغتر ب يعني بعض الناس يقول لك: يا أخي ما فيها شيء، توكل على الله يا رجل، والله هدية ولا أقصد بها شيء، وعاملني مثل ما تعامل بعض الناس ومثل ما تعامل كل الناس، أنا خذ مني أفضل من أي واحد آخر، يستمر بك فما يزال بك حتى يقنعك. هذا من زخرف القول. ما فيها مشكلة يا أخي، خذ توكل على الله يا أخي. يعني التوكل على الله إيش علاقتها في خذ؟ الكلمة دينية، يعني يقول لك توكل على الله يا أخي، بعدين اتق الله يا رجل، لماذا ترد الهدية؟ لا تأخذ، حتى لو شككت بها لا تأخذ. لذلك هذا الصحابي يقول: أنا شككت. يقول: شككت أني أنا ممكن أقع في هذا وأنا لا أدري، ماذا أفعل؟ لا، ما أريد، خلاص. فلذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا لا أنطلق. انطلق، لا أنطلق. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: انطلق ولا لا؟ قالوا: انطلق. قالوا: انطلق أبا مسعود. قالوا: إذا لا أنطلق، طالما الأمر بهذا الشكل وهذه الخطورة لا أنطلق. فقالوا: لا أكرهك. إذا لا أكرهك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك يا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. فقلت: حديثا سمعته أخبرك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس. الله. يعني هذا الحديث، يعني سبحان الله، يعني هو قال باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية، وفيه نسخة والجباية عنهم شيخ والحجبة عنهم، ولا الحجابة عنهم، ولا إيش مكتوبة؟ والحجبة عنهم، يعني السكرتير، ها، يعني مدير المكتب، يعني يكون إنسان مسؤولا كبيرا وله إيش سكرتير، لاحظ بدون تاء مربوطة إلا الآن، أو مدير مكتب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، ماذا تريد؟ أريد أن نكلم. طيب هات، إيش في عندك موعد؟ سجل موعد. موعد كم؟ قديش اليوم في الشهر؟ ها؟ 27. 27 محرم. خلاص. 27 محرم السنة القادمة. نعم، يعني لا يا شيخ، الله يهديك. خلاص ذو الحجة القادم تأتي. إيش هذا؟ جاء واحد آخر لابس مرتب أموره كذا واضح. إيش اليوم 27؟ ترى على فكرة في فراغ الآن، يعني ما في واحد عنده موعد وما جاء، تفضل. هذا إيش؟ أيهما المسؤول، هذا الذي في الخارج ولا اللي في الداخل؟ ها؟ خارج. اللي في الخارج هو المسؤول، هذا الذي في الداخل يعني كأنه ما له دخل ولا له إمارة، وهذا يتأمر وهذا يتصرف، هذه كارثة. والذي في الداخل لا يعلم، اللي في الداخل لا يدري، هذه مشكلة. إلا اللهم أن يكون فعلا كان يعني هناك مفسدة في دخول كل الناس عليه، أو يعني حينئذ يعني يضع من يمكن تيسير، يعني هناك فرق بين تيسير الأمور وبين تسيير الرعية بطريقة الخاصة. سير الرعية، هو يسير الرعية، وهذا الذي في الداخل اللي عنده مكتب جالس ويمكن ما تدري إيش يسوي، وهذا لا يريد مثلا ما قرأ، ما زال جريدة ما قرأها مثلا، جريدة يومية، ويسمع برنامج بالبث المباشر. ولا ما في بث مباشر الآن؟ في برنامج بث مباشر الآن ولا سكروه؟ المهم أنه يقول لك أنا بدي أسمع مشاكل الناس، بدي أقرأ مشاكل الناس. يا أخي مشاكل الناس وصلت إليك، مشاكل الناس وصلت إلى المكتب وأنت تردها. لو كنت صادقا في سماع مشاكل الناس الذي وصل إليك، انظر إلى لكن هذا ماذا يفعل؟ لا ينظر في مشاكلهم ويعطي مواعيد، يعطي مواعيد لا تنتهي هذه المواعيد حتى يقلع ويؤتى بغيره. السبب في ذلك احتجابه عن الناس. ولذلك بعضهم يعني لعل عمر رضي الله عنه أحرق له قصره، أو يعني أحرق له الموضع الذي هو فيه لأنه وضع حاجبا. فالشاهد من كلام أنه الأصل أن الذي يكون في مسؤولية يمكن معها سماع حوائج الناس أن لا يحتجب عنهم. ماذا يفعل؟ لا يضع حاجبا، ولكن يضع لهم من يختاره يقضي لهم حوائجهم. لست مضطرا أني أنا أقضي حوائج المزارعين، وأقضي حوائج أصحاب مواشي، وأقضي حوائج أصحاب التجارات وأصحاب الصناعات، لا، أضع لكل واحد منهم ماذا؟ وزيرا. الوزير هذا سموه ماشي، لكن احنا نسميه عامل أو أمير أو عامل على هذا الشيء، نستعمله عليه. هذا لا يحتجب على الناس، وضعناك من أجل أن تشتغل في مشاكل الناس. اذهب، المزارعين والمزارعين موجودين في مزارعهم، تذهب إليهم وتذهب إلى الصناع في صناعاتهم وتذهب إلى كذا وتتحرك. لاحظ الآن بسبب ما يحصل الآن من الثورات وكذا، مع أننا كل هذه نذمها، أن بعض الناس صار يتحرك. الذي يريد أن يصلح وأن يظهر الوجه الحسن ماذا يفعل؟ يتحرك.
يذهب إلى أصحاب الصناعات، والزراعة يذهب إلى أصحاب الزراعة، والبلديات تذهب تحرك، يذهب إلى مثلا بلدية معينة، يذهب إلى رئيس البلدية ويجعل رئيس البلدية يأتي بين أولئك الذين يمكن أن ويسمع منهم ويسمع من الجميع. ما الذي يحصل مثل هذه القضية عندما يسمع من الجميع؟ هناك أخطاء تحصل قد لا يدركها العامل مباشرة. كيف يمكن معرفة هذا؟ بالسماع من الناس، اسمع من هذا ومن هذا ومن هذا، تظهر هناك حلول لا يستطيع. طيب مشاكل موجودة خلاص، فهمنا الحلول، كيف يمكن أن نحل؟ نسمع من هذا ومن هذا ومن هذا، فتحصل إيش؟ تحصل هذا. وذلك أنا والله أنا يعني حصل لي شيء من الانبساط لما سمعت بقضية ما يسمى بميثاق النزاهة، وما أدري عارفين القصة هذه اللي الآن يعني شغالين فيها. أقول أتمنى أنه هذا الشيء يعني هذا يستشري في الجميع، لأن هذا يخفف كثيرا من الأعباء وكيف هؤلاء. وإذا كان يعني ليس القضية أنه أكثر من الوزراء وأكثر من عدد العمال وأكثر من عدد كذا، وبعد ذلك نخرج وإذا بيش المشاكل كما هي وتزيد وتتراكم. يعني سماع من الآخر يا أخي، أحيانا الحل قد تجده من واحد آخر. يعني أحيانا رئيس البلدية نفسه لا يدرك الحل، المساعد يمكن يدرك، واحد من الأعضاء يمكن يدرك، ممكن ولا واحد من هؤلاء يكون مدير مدرسة ولا واحد مدرس ولا واحد إلى آخره، تسمع منه فتحصل هذه القضية. فإذا لم تحجب، إذا لم تستطع إلا أن تحجب نفسك عن الناس بهذا الشكل، ماذا تفعل؟ تضع لهم من يمكنه أن يحل حوائجهم. إذا احتجبت عنهم ما الذي سيكون؟ ما المشكلة؟ إذا احتجبت عنهم بقيت مشاكل الناس وتراكمت. هذا الذي عنده مشكلة صغيرة وهذا عنده مشكلة صغيرة، يحصل تركيب، هذا مشكلته تؤدي إلى مشكلة هنا. يعني خلينا نقول واحد عنده مسيل المياه الذي يسيل إلى أرضه توقف في أول الأمر، والمسيل الذي وضع للآخر ماشي، إيش هيحصل؟ يعتدي على مسيل المياه الذي بجانبه، وذاك عنده مشكلة في ميل الأرض، فلما ينتهي عنده الماء يسيل عند ذاك فيأتي يجرف هذا المسيل فيأخذ غير حقه. المشكلة أن الرعية أحيانا كل واحد منهم يكون عنده مشكلة، فتكون مشكلة إيش مركبة، عندما تكون لكل واحد مشكلة مختلفة. إحنا ممكن نحل مشكلة واحدة تنتهي كل هذه المشاكل، لكن المشكلة في ماذا؟ في من ليس له أذن يسمع. واضح؟ وهؤلاء مع الأسف الشديد كل يوم يتغيرون، يأتي واحد آخر، طيب صلحت ما صلحنا، يأتي واحد آخر وهكذا، هذه مشكلة. فلذلك أنا أقول أعجبني هذا الذي يسمى بميثاق النزاهة، يعني أن هذا يعني فيه نوع من إيش؟ من تحريك هؤلاء والإصلاح. ما بتكلم عن الإصلاح الديني، ولكن على الأقل الناس لما ترتاح من الناحية الدنيوية يعني تتيسر قضية الله. لكن واحد كل يوم بعض الناس يعني ربما يقع في الكفر، كلام كفري يقول بسبب ما يعني يحصل له من ليش من الضيق والأزمات وغير ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح كل من يعني يخالف عن هذا، وأن كل من يعني يصل إلى الناس بالخير والإصلاح والتخفيف عنهم أن يخفف الله عز وجل عنه يوم القيامة. قال هنا، قال دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك يا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. يعني نحن إذا دخل هذا الإنسان عليهم لابد من حصول نعمة. إيش أفضل النعم؟ أفضل النعم على مثل معاوية وغيره من ولاة المسلمين، طبعا أفضل ملك حصل على وجه التاريخ من غير الملوك الأنبياء من معاوية، ما حصل ملك ولن يحصل أفضل من معاوية أبدا رضي الله عنه، خير ملوك الأرض. هذا قال، فقال وهي كلمة تقول العرب، قلت حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم. شوف هذا، هذه كلمة حق عند سلطان مؤمن. صور لو كانت عند سلطان جائر ممكن يقتله، لكن هذا السلطان مؤمن سريع الانقياد لوجه الله. افرض ان هذا السلطان جائر، ايش يحصل؟ الحزبيون يصعدون على هذا المنبر يكلمون العوام من الناس، هذا سلطان كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحتجب. لا، اذا كنت تريد ان تكون سيد الشهداء لا تتكلم على المنبر، سيد الشهداء عند ايش؟ عند ولي الامر. يذهب، اذهب الى ولي الامر وقلها في وجهه،
إذا كنت صادقا. ولكن هذا المنافق الذي يفعل هذا كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نرى من النفاق الذي يكون عند ولاة الأمور فيقول شيئا ثم يخرج فيقول خلافه، كنا نرى ذلك نفاقا. فكم منافق عندنا نحن معشر المسلمين، ونريد أن ولاة الأمور يكونون إيش؟ صالحين. وولاة المنابر فيهم من النفاق ما الله بيعلم. لو جئنا نسوي إحصائية، وخاصة قبل يعني ما يقارب 10 سنين فما سبق، نسوي إحصائية للمنافقين، يعني من يقول يعني في وجه السلطان شيء لما يلتقي، والله جلالتك مولانا أو عطوفتك سيدنا أو دولتك ها، ولما يكون هناك والله هذا فلان، ما بدي أذكر أسماء حتى ما يكون فيه إحسان ولا إساءة إلى أحد من هؤلاء، كويس، فلان يحكم باسمه مباشرة، فلان هذا الفاسد بس يشوفوا يعني عطوفتك سماحتك جلالتك مولانا سيدنا يا أخي. طيب وخاصة أنك أنت ممكن هذا الشخص ما تشوفه يعني، لكن أحيانا يأتيك في إيش تراه على التلفزيون وعلى الفضائيات، هذا هو فلان، كيف يا أخي صار يقول عنه جلال؟ ما قبل شوي كان يقول فلان باسمه مباشرة ويشوه صورته ويتكلم عليه، هذا إيش اسمه إخواننا؟ هذا عند السلف يسمى إيش؟ هذا يسمى النفاق، مش رجولة، لكن هو عند الحزبيين رجولة، هو الرجل العالم الذي يتكلم في المنابر، فلما يسمعوا أنه قال تكلم المنابر يسجنونه، لا سمع ولي الأمر في البداية ولا سمع به في النهاية، لكن لما يلتقي بولي الأمر سيدنا والله أنا الوضع عندي كذا وكذا وعندي الأولاد في الجامعة وعندي وضع كذا، يعني ماذا تريد؟ كم ثمن معروف يقول الله العافية والسلام. فهذا معاوية رضي الله عنه يقول من يقول النبي عليه السلام: من والله الله شيء، من ولاه الله شيء من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، يعني خلتهم يعني الإيش لما يكون فيه ثغرات في حياة الإنسان أنت قد لا تدركها، هو لا هو الذي يبلغك بها، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. غالبا هؤلاء الناس، غالبا هؤلاء الناس في الدنيا يظهر عليه من الأمور، نسأل الله العافية والسلام، من الذل والانكسار وكذا. كم من هؤلاء من كان في سادة القوم، في ساسة القوم وما أصلح، وبعضهم أصلح وصلح أمره في النهاية يعني. لكن بعض هؤلاء الناس صار في أذل الناس وأرذلهم وانتهى أمره في السجون، صلى الله العافية والسلام. نعم، قال: فجعل رجلا على حوائج الناس. هذا منهج السلف، هذا منهج ملوك السلف، ملك السلفي ها إيش يسوي؟ يجعل رجلا على حوائج الناس. يعني إيش؟ يعني مثلا الناس تحتاج في قضايا الصحة، في قضايا كذا، يجعل واحد على هؤلاء. وجد أنه هذا الوزير مشي، شيل الوزير حط وزير آخر، لما يصير واحد محترم، واضح؟ مع أنه قلنا أن هذا ما هو يعني هذا الاصطلاح حادث، قضية وزير بأنه هؤلاء يعني يكونون على هذا. نعم، إيش إسناد؟ إسناد ولا إسناد السابق؟ نعم؟ صحيح، في إشكال هذا الإسناد؟ إسناد صحيح؟ حديث معاوية كلهم ثقات. الذي قبله الشيخ يسأل باب في غلول الصدقة. الحمد لله، رحمك الله، لكم الله الصحبة لكم. غلول الصدقة صحيح، إسناده صحيح، وهذا كذلك إسناده صحيح. الصحيح أن هؤلاء كلهم ثقات. ويزيد لا سليمان يتأكد منه، يتأكد من سليمان فقط. نعم، إيش قال فيهم شيخنا رحمة الله عليه الشيخ ناصر؟ إيش قال فيهم؟ اللي أذكره أنه هؤلاء في كلام الشيخ رحمة الله عليه في يزيد، في عفوا في سليمان عبد الرحمن الدمشقي،
هي المشكلة أنا عندما أسمع كلمة دمشق أخاف صحيح يعني. لذلك أنا يعني ترددت في آخر لحظة. هو قال فيه ابن حجر لا بأس به، لكن فيه توثيق. لكن سليمان بن عبد الرحمن لا أذكر صحيح إيش الكلام فيه. ها؟ المشكلة يتوقع، إحنا قلنا لما يكون إسناد من هذا النوع تخاف. والحديث لما يكون في زمن معاوية أو في في, في يخاطب فيه معاوية في خلافته في الغالب يكون إيش؟ في الغالب سيكون شاميا. على كل حال الإسناد ما أظن أنه ينزل عن الحسن في أسوأ الأمور، لكن الشيخ رحمة الله عليه إيش حكم على الإسناد؟ صححه ولا حسن الإسناد؟ لا الإسناد السابق صحيح، صحيح كلهم ثقات. لا هو الشيخ السابق أنا متأكد الشيخ قال فيه إسناد صحيح، لكنه قال فيه أظن المنذري حسن. ولذلك مع الأسف الشديد بعض إخواننا ما أعرف كيف يأخذون حكم الشيخ. هذا الإسناد بالذات الشيخ ناصر قال فيه إسناد صحيح، ولكن آخر كلمة في كلام الشيخ في صحيح سنن أبي داود قال فيه قال أظن المنذري يعني قال حسن. فبعض إخواننا يأخذ آخر كلام، لا هذا مش كلام الشيخ. يعني الإسناد هذا ما فيه، كلهم ثقات يعني ما فيه شيء. حتى جرير طبعا فيه أنه في آخر عمره كان تغير، لكن هذا لا يعني أنه ليس ثقة. الإسناد كلهم ثقات، ولذلك إسناد صحيح ولا إشكال فيه. هذا واحد. أما الإسناد الذي بعده هو الذي نسأل إيش ما وصلتم إلى شيء؟ قال حافظ المزي. لا كلام الشيخ إيش قال المزي؟ في سليمان بن عبد الرحمن دمشقي قال أبو بكر الأرثم عن أحمد بن حنبل أثرم، نعم عن أحمد ما أحسن حديثه عن براء. طيب قال النسائي وأبو حاتم الثقة ويحيى بن معين ثقة، وزاد أبو حاتم صدوق مستقيم من الحديث لا بأس. يعني واضح يعني هذا مثل هذا إيش نقول فيه؟ ثقة ولا نقول يخطئ؟ ثقة يعني ظهر أنه ثقة يعني. هذا الذي يعني يتوجه الله أعلم. وأظن ولا لست متأكدا أن شيخنا قال فيه إسناد صحيح، أظن ولست متأكدا. فإذا كان يزيد نعم في توثيق أئمة اللي روى عنه دعك من هذا، واضح أئمة الشاميين الأوزاعي والوليد المستوى أئمتهم روى عنه معروف. يعني الدحيم معروف دحيم قال فيه ثقة، ويحيى بن معين ثقة، أبو حاتم قال لا بأس به، أبو زرعة قال لا بأس به، وقال أبو حاتم من ثقات أهل دمشق. يا سلام، أبو حاتم قال من ثقات أهل دمشق. دعك خلاص. طيب دار قطني. قال دار قطني ليس بذاك، وقال دحيم ما أثر ولا صنع شيئا. كلاهما ثقة، إذا إسناد نعود إلى نقول إسناد إيش؟ صحيح. إسناد صحيح و يستدرك على ابن حجر، كلاهما صحيح كلاهما ثقة. إذا سليمان بن عبد الرحمن دمشق ثقة، وهذا ثقة. هذا الذي أذكر الكاتب عندي هنا أشرت إلى هذا حتى أظن سبحان الله. ذلك يعني إذا إسناده صحيح يعني نؤكد على هذا، بقي إسناده صحيحا. ولكن أنا الذي خفت منه أنه إيش إسناد شامي صحيح. الإسناد الشامي أي شخص يشككه في الإسناد الشامي يعني قف عنده وتأكد حتى لا تقع في خطأ. والحديث مهم، ولذلك يعني لذلك وقفنا عنده، الحديث مهم جدا حقيقة يعني. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى حدثنا سلمة بن شبيب. لكن نتأكد من كلام الشيخ في صحيح في صحيح سنن أبي داود، لكن مشكلة أظن صحيح أبي داود ما أظنه موجودا عندكم الآن. هذا الباب ما أظن في نعم صحيح. تفضل. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيتكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. هذا الحديث إسناده إيش إسناده يا أبو عبد الرحمن؟ الصحيفة الذهبية، ومن أصح هو أصح من أصح الصحائف حقيقة يعني. وسلم بن شبيب وإن قال فيه ابن حجر ثقة إلا أنه فوق الثقة الصحيح. إحنا ذكرنا قبل قليل كلام الحاكم قال المتفق على إتقانه، وبالتالي فتبقيت صحيفة ذهبية لم تنزل عن هذا المستوى. وفيه ما أوتيتكم من شيء وما منعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. نعم. ما أوتيكم فيه نسخة هيك ما عندي نسخة ما أوتيكم ها؟ نعم هو كما قرأنا ما أوتيكم ما أوتيكم نعم مكتوب إنه مضارع مرفوع إيش قل إذا خطأ مني أنا كأني قرأت خطأ ما أوتيكم من شيء وما أمنعكم ما أوتيكم من شيء وما أمنعكم نعم يمكن أن قرأت خطأ إلهي ما أوتيكم من شيء وما أمنعكمه نعم قال رحمه الله حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء فقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق منه من أحد ألا إن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم الرجل وقدمه أو وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته. هذا الحديث إسناده حسن، وإن كان ابن محمد بن إسحاق بن يسار المدني وهو صدوق يرسل ويدلس إلا أنه متابع في هذا الموضع، يعني لما يكون متابع حقيقة يكون الإسناد محتمل للتحسين طبعا يعني وإلا فالأصل ضعفه، لكنه متابع كما قال شيخنا رحمة الله عليه قال لكنه متابع، وهذه اللفظة بالذات قالها أيضا المحقق هنا، فهذه يعني موافقة جيدة منه جزاه الله خير أنه يعني قر بهذا. وكذلك في على كل حال هذا الحديث فيه أنه ذكر عمر يوما الفيء فقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم. الفيء هو الأموال التي تحصل للمسلمين وما أوجفوا عليها بخيل ولا ركاب أو من خيل ولا ركاب، بمعنى أنهم ما ركبوا ليحصلوها ولا قاتلوا ليحصلوها، مثل أموال بني النضير حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه فتركوا الأموال وخرجوا، هذه فيء، غير الغنائم التي تقسم على المقاتلين، هذه ليست المقاتلين، هذه المسلمين، وكما جاء في القرآن الكريم في الكلام عن الأنفال وقال ما أنا بحق بهذا الفيء منكم ولا وما أحد منه وما أحد منا بأحق به من أحد. لماذا؟ لأنه ما حصله مقاتلون، ما حصله، وإنما حصل وقع الرعب في قلوب الأعداء أو أنهم هربوا أو أنهم تركوا أموالهم بطريقة أو أخرى، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل، القضية تعود إلى إيش؟ التفاوت، بحسب التفاوت الموجود في ديننا. قال وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الدين، حسب القرآن والسنة. فالرجل وقدمه يعني قدم الصدق وفضله، أو وقدمه يعني أنه الأقدم الإسلام، كما يعني هو معروف الإنسان كلما كان أقدم إلى الإسلام كان أكثر عملا، كما جاء في حديث فما بال صيامه وصلاته وصدقته، حديث تذكرون الذي مات بعد أسبوع وقالوا لعله يلتحق به، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما وافق على هذا،
مما يدل على أن الأسبوع الذي زاد عليه في الأعمال جعله أفضل منه، فينتبه الإنسان لهذا الأمر. والرجل وبلاؤه، لأن من الناس من يكون له من الأعمال يظهر منها أنه أفضل من غيره من خلال مجاهدته في الله، من خلال يعني الأعمال، فبحسب بلائه، بحسب عمله الذي ظهر عليه. والرجل وعياله، الرجل الذي يكون عزبا يكون قسمه أقل من قسم، أو قسمه يكون أقل من قسم الذي ليس له عيال، والذي له عيال كثير يكون قسمه أكثر من الذي له عيال قليل. والرجل وكذلك الرجل الذي يكون عنده عبيد حاجته أشد من حاجة الذي ليس له عبيد أو أقل، بحسب إذا كانوا يعملون أو كانوا لا يعمل. يعني بعض الناس يكون عنده عبيد غلمان صغار، ويكون عنده عبيد عمال ومحترفين وكذا، هذا يختلف عن هذا. والرجل وحاجته، هذه فيها نوع من الإجمال، وأن تفصل، لأنه عمر رضي الله عنه رجل فقيه، فيعني لا يريد أن يحجر هذه الأنواع على صورة معينة. إذن قسمة الفيء ليست للمجاهدين، ليست للخليفة، ليست للأمراء، ليست للجباة، ليست للعمال، وإنما هي على القسم الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قسم الفيء. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. نعم، هذا الباب يدل على فقه أبي داود، فإما أن التبويب تأخر عن الحديث السابق مع أنه داخل في هذا المعنى، وإما أنه وسط بين الباب السابق والباب اللاحق بحديث يعني يدخل فيه هذا وهذا. هذا من فقهه رحمه الله تعالى، أن هذا الباب الحديث فيه معنى يعني من معاني الاحتجاب، لأنه بعض الناس يمكن أن يحتجب عن الناس بالرزق في رزقهم. واضح هذا الأمر، أن المال العام ربما يستأثر به دون الرعية، فهذا نوع من الاحتجاب، فناسب أن يجعل بعده باب في قسم الفيء، لأنه تكلم أيضا عن قسم الفيء. وهذا الحديث فيه إيش؟ فيه إشكالية. مين؟ هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء وهشام ابن سعد، وفيه كلام، وذكر شيخنا رحمه الله تعالى كلاما نقل المحقق هنا يعني شعيبا كلاما نحو كلام الشيخ رحمه الله عليه أو مثله بالضبط حتى، يعني وكأنه يعني ينقله عنه، إلا أنه يقول أنا لا أنقل عن الشيخ ناصر، لكن كأنه ينقله عنه. على كل حال، الحديث حسن أو صحيح، وفيه أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن. من القائل الآخر، أو من الذي يقول للآخر؟ يعني عادة يدخل واحد من الرعية والخليفة أو الأمير، من الذي يقول للآخر حاجتك؟ ها؟ الأمير يقول، فواضح يعني. فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن. فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. هذه فيها فائدتان: فائدة الأولى أنك تدخل على الأمير وتأمره وتنهاه، وتأخذ مصلحتك ولا مصلحة المسلمين؟ مسلمين، ودعك من مصلحتك، حاجتك يا عبد الرحمن، فذكر حاجة من؟ مسلمين، حاجة المسلمين. هذا هو المنهج السلفي في الخروج على الحكام والتعامل معهم. مش خروج، هو خروج ولا دخول؟ دخول. دخول. الفرق بين أهل السنة وأهل البدع أن أهل السنة يدخلون وأهل البدع فقال: حاجتك. فقال: عطاء المحررين. الآن الرجل يكون عبدا، انظر العالم الآن الذي يتكلمون عن المسلمين كيف كان عندهم عبيد. الرجل يكون عبدا، فعطاءه، فمن الذي ينفق على العبد؟ يكون عبد، من الذي ينفق عليه؟ سيده. طيب حررنا هذا العبد، وين يروح؟ أين يذهب هذا العبد؟ من أين ينفق؟ يعطى من بيت مال المسلمين. هذه الصورة. الصورة الثانية أنه يكون قد كاتب سيده. إيش يعني كاتب سيده؟ اشترى نفسه من سيده، يعني أنه باع نفسه من سيده بإيش؟
بمبلغ معين، وهذا المبلغ لا يستطيع تحصيله، فيعطى من بيت مال المسلمين أو من الفيء، من قسمه من الفيء يعطى هذا وهذا وهذا، يخفف عنه. الصورة الثالثة أنه يكون عبدا، يكون عبدا ولا يكاتب، فيشترى ليعتق. يجوز هذا ولا لا؟ صير أنه ولي الأمر المسلمين ما أحد اشترى ولا أحد كذا، يعتق يعني يدفع من الأموال هذه يعتق ولا لا؟ من عمل هذا الأمر؟ عمر بن عبد العزيز. كان عنده أموال كثيرة جدا فلم يجد فقراء، فكان من ضمن الأشياء التي ذكرت عنه أنه ماذا فعل؟ اشترى العبيد المؤمنين وأعتقهم. وربما تكون هذه من الأمور التي يعني حرضت عليه من يعني دس له السم بعد ذلك، لأنه يعني حرم كثير من الأمراء العبيد عطاء المحررين. نكمل الباب. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضبية فيها خرز فقسمه للحرة والأمة. قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد. نعم، يعني هذا الأمر مما أتي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء بمحفظة أو جراب أو شيء من شعر أو من صوف فيه خرز، فماذا فعل النبي عليه السلام؟ فقسمها للحر والأمة، يعني لم يجعل ذلك فقط للأحرار وإنما للحرة والأمة، لأن الخرز هذا زينة فتعطاه النساء. الخرز اللي هو نفس الخرز، عارفين خرز يوضع في العقد أو يوضع في الأشياء. قالت عائشة: كان أبي رضي الله عنه، مين يعني؟ أبو بكر، يعني أبا بكر، يقسم للحر والعبد. في كل مرة نجد أن قلب أبي بكر على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن المبارك. طبعا عبد الله بن نيار أو عبد الله بن دينار كلاهما ثقة، يعني لا يضر، لأن في نسخة نيار وفي نسخة دينار وكلاهما ثقة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا ابن المصفى، حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، وأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد ابن المصفى: فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. نعم، يعني على كل حال الحديث من طريق سعيد المنصور، إسناده الثقات وإسناده صحيح، ومن طريق ابن المصفى، أظن ابن المصفى هو حسن الحديث، إما صدوق له أوهام أو كذا وكان يدلس، لكن الحديث كما ذكرنا يعني إسناده صحيح باعتبار الطريقين، ولكن زيادة المصفى زيادة حسنة. قال: فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، يعني أن أصحاب العيال يعطون قبل من ليس له عيال، المتزوجون يعطون العطاء قبل الذين قبل الأعازب، يعني الإنسان يكون عزبا حاجته ليست مثل حاجة من له عيال له زوجة، وهذا الأمر يدل على أن العطاء يكون يعني لابد من أن يكون المعطي حكيما، الذي يكون على العطاء لابد أن يكون إيش حكيما، أن هذه الحكمة، هذا مقتضى الحكمة. نعم. إيه طيب، نقف إذا نقف عند هذا الحد يكفي، ضمن الوقت انتهى، وإذا كان هناك أسئلة ولا نصرف إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم، غفر الله لكم ونفعنا الله بما قلتم. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: هل يجوز لمس يد المرأة من وراء حجاب أو من وراء حاجز بين يدي ويد المرأة؟ وجزاكم الله خيرا. لا فرق بين مس يد المرأة بحجاب ودون حجاب، أما القول بأنه هذا يبطل وضوء وهذا لا يبطل وضوء وهذا حرام وهذا حلال، لا فرق بين هذا وهذا. صحيح عدم الفرق لا في الوضوء
ولا في التحريم، كلاهما لا يجوز. لكن إن حصل مس اليد من غير شهوة فإنه لا يبطل الوضوء، حتى لو كانت أجنبية لا يبطل الوضوء، لكنه محرم. ولكن عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا كان بشهوة يبطل الوضوء وبغير شهوة لا يبطل، وهذا قول عند الإمام أحمد. وعند الإمام الشافعي إذا مس بدون حائل يبطل ولو كان بدون شهوة، وهو قول عند الإمام أحمد. والقول الثالث أنه لا يبطل بشهوة ولا بدون شهوة ولا يؤثر حتى لو قبل، وهو قول الإمام أبي حنيفة، وهو قول الإمام أحمد، وهو الراجح والله أعلم. والذي أدنى وأقرب إليه، يعني أقرب إليه وإن كان دونه، قول مالك، وأقلها قربا من الصواب القول بأنه يبطل على كل حال. نعم. صلى الله عليكم. هو يسأل لو أنه مس يد المرأة من وراء حجاب، يعني لو كانت تلبس قفازا ما يجوز، حجاب بدون حجاب ما يجوز. نعم. لأنه إذا لو أنه مس يدها، يعني يمكن لإنسان أن يصافح امرأة أجنبية مصافحة يعني بدون قصد، يعني بدون شهوة بدون شيء، ويأتي واحد آخر قلبه مريض فيضغط على يدها بشهوة فتحصل الفتنة، ولو كانت تلبس فتكون أسوأ من الذي، فلا، على العكس أحيانا بعض النساء يكون في يدها خشونة، فإذا لبست هذه القفازات صارت أنعم وأكثر شهوة وفتنة، يعني فلا سيما يعني كثير من النساء التي يعملن في يعني في الزراعة وفي كذا موجود هذا. نعم. حسن الله إليكم. يقول في إحدى الدول المجاورة لا يمكن أن يعمل المواطن في إحدى الوزارات إلا بدفع رشوة مقدارها 10,000 دولار، لأن الوظائف تذهب للشيعة وأهل السنة هم الذين يدفعون الرشاوي ليتوظفوا، هل الواسطة الذي يأخذ الرشاوي ويدفعها للعامل على التعيين آثم؟ هذا الذي أظنه والله أعلم. ويسأل ما هي، هل توجد صورة تحل فيها الرشوة؟ الصورة التي تحل بها الرشوة صارت ليست رشوة، مثل رشات السلاطين لدفع الظلم أو جلب الحق، يعني واحد له أموال على شخص معين أو أخذت أمواله أو سرقت أمواله فلم يستطع تحصيلها إلا بدفع مال لذي السلطان حتى يأتيه بحقه، فهو محرم على ذي السلطان ومباح لمن دفعه لدفع الشر أو لتحصيل الحق. وهذه ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه إرشاد إلى معرفة الأحكام، بأن هذا من الفقه الذي يعني الذي لا يكون عند جميع من له فقه، يعني هذا فقه خاص، وهو معرفة الحرام من أحد الوجهين أو الحرام من أحد الجهتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل سجد أبو بكر لصنم قبل الإسلام؟ الظاهر لا والله أعلم، الظاهر أنه ما سجد لصنم ولا كان يعبد الأصنام، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان صاحبا له، وما يكاد يفارقه قبل الإسلام ولا بعده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على الناس السجود للأصنام وينكر على الناس العبادة غير الله، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك يعني في عبادته أكثر منه في دعوته، ولذلك تميز في ذلك الزمان زيد بن عمرو بن نفيل، فكان في دعوته أكثر منه في عبادته. ولا يقول واحد أنه تميز على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا كان أوفق لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يدعو قبل ذلك ثم ادعى النبوة ظن أنه كان على منهج فهو يدعو إليه، لكن لما لم يكن كذلك، لم تكن دعوته ظاهرة في يعني قبل نبوته، وفجأة نزل عليه الوحي وصار يدعو الناس بهذا المنهج، فهذا أوفق لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس زيد أفضل منه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهمل زيدا بل بين أمره وقال يعني إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده، لأنه هو الوحيد كان على دين إبراهيم الحق. نعم. يقول السائل لماذا نقول لعلي رضي الله عنه كرم الله وجهه؟
هذا لا يقوله أهل السنة، وإنما يقوله بعض الجهل من أهل السنة، وإنما يقوله المتشيعة، يقوله المتشيعة. الروافض طبعا يقولون عليه السلام، لكن بعض المتشيعة مثل الزيدية وغيرهم يقولون إيش؟ عليه السلام. وهذا من هناك جاءت، وكل ما يوجد في كتب أهل الحديث عليه السلام أو كرم الله وجهه فإنما جاء غالبها جاء من رواية كثير من اليمنيين أو اليمانيين الذين الزيدية، هؤلاء كثير منهم رووا الحديث وعندهم نسخ، ولكن تجد بعض النسخ ليس فيها هذا وبعض النسخ تجد فيها هذا. والمشكلة أنه انتهى العلم في بعض المراحل في اليمن، بحيث أنك أكثر رواية كانت في اليمن، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الهند فصارت أكثر رواية في الهند، وبعد ذلك بدأت طباعة الكتب على النسخ الحجرية في الهند، وجاءت إلى يعني من هناك في الغالب رجعت إلى اليمن وطبعت طباعة ما يسمى بالأوفست وغير ذلك. وقبل ذلك ما كانت توجد كلمة عليه السلام ولا كرم الله وجهه، كلها كانت فيها إيش؟ كان فيها رضي الله عنه أو ما فيها. نعم أحسن الله إليكم. يقول بل إن أبا إن ابن كثير نبه إلى هذا الشيء وبين أن هذا لم يكن موجودا في السابق، وإنما أضيف من النساخ، يعني نبه ابن كثير رحمه الله تعالى أظن عند قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فأظن عند هذه الآية ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى الكلام عن هذه قضية النسخ يرجع إليه يعني. نعم أحسن الله إليكم. يقول كيف جاز لعمر رضي الله عنه أن يبدأ سن طريقة جديدة في الاستخلاف؟ ابن عمر 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 نعم. على كل حال عمر رضي الله عنه لم يعني لم يسمع نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، وإنما فعل ما هو الأفضل من حيث الناحية السياسية. إيش قلنا قبل قليل؟ قلنا من حيث السياسة الشرعية أفضل شيء هو إيش؟ الاستخلاف. ما الذي يحصل بسبب الاستخلاف؟ إذا لم يستخلف ربما لا يجتمع الناس على أحد وتتقسم البلاد وتفترق. لما ينص الخليفة على شخص بعده ما الذي سيحصل؟ يجتمع الناس. واضح الأمر؟ إذا لم يخف الإمام من أن يفترق الناس يجعل أهل المشورة، يقول فلان وفلان وفلان اجتمعوا وانظروا من يعني يتخذ يعني من هو الأنسب لهذا، كما فعل عمر رضي الله عنه، جعل ستة واستبعد سعيد بن زيد لأنه كان صهره أو يعني ختنه، واستبعد عبد الله بن عمر، ونهى عن أن يكون واحدا من إيش؟ أن يكون له عمل، يعني ما أراد أن يكون حتى لا تكون سنة بعده أنه يكون إيش الواحد الابن وابن الابن وهكذا. ولم يستخلف وقال إني لا أستخلف، فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص على أنه لم يستخلف أبو بكر ولم ينص عليه، وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر. ويبدو أنه في رواية إني إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فإنه لم يستخلف من هو خير منه. الشاهد من كلامه هذا هو الواقع. فإن لم يستخلف، إذا كان في مثل حال أبي بكر فالأفضل أن لا يستخلف، وهذا لا يمكن أن يحصل أو لا يكاد أن يحصل. صحيح؟ فلا يستدل بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق. واضح هذه القضية ولا لا يا أخوانا؟ يعني عمر رضي الله عنه عمل بما هو الأفضل، عمر عمل بما هو الأفضل، وبعد ذلك الاستخلاف أفضل حتى لو كان في الابن. لماذا؟ لأنه يعني يقضي على ثائرة الثوار وغير ذلك، هؤلاء الثوار يعني يقسمون البلاد ويفرقون العباد ويفسدون ويتضرر الناس في أمر دينهم ودنياهم، الأفضل الاستخلاف. لكن إذا لم يستخلف، هذا قول من ناحية السياسة الشرعية وليس بناء على مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام فيما فعل. لماذا؟ لأن الناس يعني تنازل الحسن هو نص في خلافة من؟ معي جماعة ولا؟ ها؟
ولا انتهى الوقت خلاص بطلنا ننتبه. تنازل الحسن هو نص في ماذا؟ ايش؟ ولا مش دارين عن القصة؟ الحسن ما تنازل؟ مش كان الحسن خليفة بعد علي؟ كم استمر؟ ستة أشهر. ماذا فعل؟ أعطى الخلافة لمن؟ لمعاوية. إذن هذا استخلاف ولا مش استخلاف؟ هذا استخلاف. معاوية إيش كان؟ كان أميرا على الشام، فاستخلفه الحسن، انتهت القضية. هل ما فعله الحسن كان جيدا أم سيئا؟ طيب جيد فقط ولا أفضل شيء ممكن أن يفعله؟ ما فعل الحسن في حياته قط في أمر الخلاف أفضل من تسليم معاوية؟ أفضل عمل فعله الحسن، وليس هناك نص فيما فعله الحسن في أمر الخلافة أفضل ما فعله في إيش؟ في هذا. هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعله الحسن؟ طيب إيش ماذا تريد أفضل من نص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو كان أحد، طبعا هذا من باب المقاهرة الروافض ولنا ذلك يحق لنا، لو كان أحد منصوص على خلافته من النبي صلى الله عليه وسلم لكان معاوية. هذه نسرب بعض المعلومات. كيف؟ قل لك نواصب هؤلاء بيقولوا الوحيد اللي عليه نص معاوية. لا، لكن هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كيف كان هذا الإصلاح؟ إذن استخلاف معاوية إصلاح ولا إفساد؟ إصلاح. فهل يكون رجل سلمناه خليفة فكان هذا الأمر إصلاحا ثم تسمونه إفسادا؟ إيش رأيكم في هذا؟ فيها فذلك شوي، لكن لا بأس بأنه يكون أحيانا الوصول إلى المطلوب بنوع من المقدمات. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.